باللي الجمهور تاع المديه يعني مساردنا كما ينبغي في هذا الموسم منذ انطلاق البطوله. كوتش، ربما تحدثنا ايضا في الكواليس انه جاتك عروض يعني خاصه من الرابطه المحترفه الاولى، لكن يعني فضلت تقعد في القسم الثاني خاصه مع فريق اولمبي المديه، اولا لانه تحب المغامرات، وثانيا ربما عجبك مشروع فريق اولمبي المديه بتشكيله يعني شابه وجمهور كبير وفريق يستاهل انه يكون في المحترف الاول. بالفعل كانت عروض هكا من القسم الوطني الاول، يعني اللي يهمني انا في يعني ما كانش فرق ما بين القسم الوطني الاول والثاني، القسم الوطني الاول تقدر يعني تخدم، ولكن ما كانش هناك هدف يعني المانتيا ولا مش هدف ما نقول لك حساس، ولكن في بطوله القسم الوطني الثاني هناك تحديات، هناك كان شالونج تاع فوجوي الشامبيونا، دونك هذاك هو اللي حفزني باش نروح نخدم يعني في القسم الوطني الثاني، ولما لا الصعود مع فريق اخر كما فعلت مع امل عين ليله. نقدر نقول له كوتش انه ربما يلقى راحته اكثر في القسم الثاني، وبين قوسين ما خافش انه يقعد في القسم الثاني ما يشوفش القسم الاول ربما. لا اكيد يعني عندي الامكانيات تاعي، لازم عندي عروض نقدر نخدم يعني اي فريق في القسم الوطني الاول، ولكن نقول هذا المكتوب يعني كنت قادر نخدم يعني في القسم الوطني الاول، كانت هناك عروض من ثلاثه واربعه فرق، ولكن نقول باللي فضلت اولمبي المديه على المشروع، ما نقول المشروع تاع اربع سنين يعني تاع العام، وهو الصعود الى القسم الوطني الاول، وانا هذا الشالنج هذا يعجبني يعني لما يتلعب على الصعود يعني تكون حاجه تلعب عليها، عكس يعني في القسم الوطني الاول نقول باللي الفرق اللي تصل بيا ولا يعني تلعب جيست بو لو ماتيان، دونك ماهوش حاجه كبيره يعني في البطوله. كنت لما تشوف انه كنت في اتحاد الحراش وبعدها مشيت المديه، ممكن ربما ما تشوفش انه عمل الاستقرار هذا ممكن ياثر عليك كوتش، ولا تلقى راحتك اكثر ربما تحب كل فريق تخوض معه تجربه جديده وتكون انت السند ليه بالنسبه لي؟ شوف انا ماذا بيا يعني باش نقعد في فريق اطول مده ممكن، يعني العمل تاع المدرب ديفو ما يبانش في عام واحد، على الاقل على الاقل تقعد يعني ثلاث سنين في الفريق يعني باش تعرف الفريق وتعرف الانتدابات وتعرف العقليه تاع اللاعبين. كما قلت انا كنت حاب باش نقعد في الحراش باش نزيد كمل التجربه تاعي، باسكو حتى كوتش حنا يعني كنا نقوموا يعني بتغطيات ميدانيه، ربما حتى المشاهد ايضا يكون في الصوره، يعني كنا نقوموا بتغطيات ميدانيه خاصه بفريق اتحاد الحراش، يعني كنا حتى يعني طريقه يعني معاملتك مع اللاعبين في الكواليس يعني وخطابك اللي كان دائما حماسي كنا نسمعه حتى من خارج اسوار، ربما هي نقطه اساسيه خلات ربما الكوتش ينجح في مشواره التدريبي خاصه هذا الموسم امام اولمبي المديه. هي قبل كل شيء باش دير مجموعه باش دير فريق لازم تربح اللاعبين، اكيد ما لازمش تربح اللاعبين، يكون الاحترام والقدر ما بيناتنا متبادل من الطرفين فوالا، هذا هو البليز امبورتون، يعني سي ما تربحش اللاعبين، ولازم تانيك تكون كومبيتون دوفون لو جوار باش يعرف قيمه اللاعب من ناحيه سواء من الناحيه الفنيه سواء هي من الناحيه الشخصيه تاع المدرب. الحمد لله يعني الشيء اللي نجحنا احنا مع الحراش هذا هو اللي كانت بون اونتونت ما بين لو ستاف تكنيك ماهوش غير معايا لو ستاف تكنيك اللي جوار، كنا عائله واحده، كان الاحترام متبادل، وكانت يعني حاولت يعني باش نقنع تانيك، كان العام اللي فات كان مشكل كبير تاع الاموال، كل اللاعبين كل يوم يتكلموا على الاموال تاعهم، ولكن نقول باللي قنعتهم يعني لازم ننسوا هذا المشكل، يعني المشكل ماهوش مشكل هذا المشكل بحد ذاته كوتش، انت لما تحدث لاعب ولاعب ما استلمش راتب تاعه يعني تكون ماموريه صعبه حتى تقول له طبق التكتيك المعين او ادخل في المباراه بهذا الشكل، تكون فيه صعوبات كوتش. شوف بالنسبه للاعب ما استلمش راتب مشكله الحراش يختلف عن المشكله تاع الاولمبي المديه، لان مشكله الحراش كانت في المراتب الاخيره صح، الخطأ ممنوع ايضا لكن كان الخطاب بتاعي مع اللاعبين لازم تنسوا هذا المشكل، حتى لو سقط الفريق وتقاضيتهم الاجور تاعهم نقول بلي هذا الاجور تاعهم ماهوش حلال، ولكن باش تقاضي الاجور تاع هذا الفريق لازم نقضوا هذا الفريق، وكما قلت هذا الفريق ماهوش تاع الفريق تاع العايب وحده ولا تاعنا حنايا ولا تاعكم انتوما، باسكو كاع نقدروا نروحوا، ولكن تاع لي سيبورتر الحراش قميص النادي ايضا غالي، وزيد يعني المعامله تاع لي سيبورتر اتجاه اللاعبين اللي حركه المشاعر تاع اللاعبين تاعنا، قلنا كانت ايجابيه كوتش حتى في احلك الظروف إيه كانت ايجابيه، وتفاهموا اللاعبين باللي هذا الفريق ما يستاهلش الطيحه، خاصه هذا الفريق هو ملك للجمهور تاع الحراش، قبل كل شيء مدرسه، قبل كل شيء جابت مدان من ذلك الحين اللاعبين ولاو واش يتكلموا على المشاكل تاعهم، يعني كل التفكير والنصب يعني فرغوه يعني الى الفريق، وكما كانت النيه للفريق، الفريق يعني
كما نقولوا يعني سلك باعجوبه على اخر جوله. في اخر جوله كوتش، عندما نتحدث عن مسيرتك التدريبيه، من هو الفريق الذي غادرته او غادرته يعني وتاثرت، يعني بقى بالنسبه لك في القلب يعني هذا الفريق، وتمنيت انك لو ما غادرتش هذا الفريق ووصلت معه؟ شوف يعني بالبدايه كل الفرق اللي خدمت فيها يعني عندي علاقه طيبه، سواء مع حتى الان يعني لحد الان يعني صح، سواء مع الاداره ولا مع اللاعبين اللي فاتوا ليا ولا مع الجمهور، وكل فريق يعني الولف صعيب كما نقول لك صحيح، صعيب الفرق صعيب كما نقول لك، في كل فريق تفارقوا يعني صعيب باش تفارقوا يعني. الحمد لله يعني الشيء اللي استفدناه من هذه التدريبات هي العلاقات، العلاقات مع كل الرؤساء ولا الاستاف ولا الادارات ولا الناس اللي تلاقيناها تماك، يعني كل الفرق اللي عشنا فيها الحمد لله يعني فتنا فيها في سيزون مليحه، سواء من كل الفرق ما نقدرش نميز فريق على فريق. كوتش، عندما التحقت بفريق اولمبي المدي، اكيد الاداره في الكثير من الاحيان وهي واجب انها تشترط شيء معين ربما على المدرب الذي ياتي الفريق، هل اشترطت اداره فريق اولمبي المدي الصعود على السيد شريف حجار؟ ما كانش مشروط يعني رسمي 100%، حتى الرئيس قال لي احنا ما نقدروش نديكلاري، قال لعبوا لاكسيسيون مادام كاين هناك اربع فرق، لا في البدايه كانت ثلاثه ما كانش باينه، احنا ما نديروش ضغط كما قال لك، احنا ما نديروش ضغط على روحنا يعني، قال لعبوا باش نكونوا مرشحين من الثلاث الاوائل يعني. هذا الشالنج كل الفرق طموحه يلعب الورقه الصعود منذ البدايه، ما كانش لي فريق يقول لك على يلعب الماتيا صح، لي 16 زيكيب اونجاجي يقول لك راهي يلعبوا بور جوي لاكسيسيون. ومي احنا في بداياتنا يعني واحد في ذاته يعني دائما علاش واحد يكون طموح في هذا، مادام كاين هناك ثلاث فرق تطلع لازم تكون الطموحات تاعنا يكونوا كبيره، والحمد لله يعني وفقنا ربي لحد الان مازال ما كملناش حتى لمرحله الذهاب، ان شاء الله تكمل المهمه تاعنا على احسن ما يرام الا في حاله ما. انت بما راك تقول كوتش انه لحد الان فقط لا زال الكثير من العمل، ماذا تتوقع في المستقبل كوتش؟ لانه يعني انت تعرف منزلك جيدا وتعرف الفريق اللي عندك. هو اللي توقع هو الاضراب تاع اللاعبين تاعنا، ونخاف يعني اللاعبين يتاثروا وما يلحقوش حتى باش يلعبوا المقابله تاع مولوديه سعيده، عندنا مقابله صعيبه مولوديه سعيده، زيد على ذلك الاضراب هذا، الفريق راه في الاسبوع الثاني بدون تدريبات، وخاصه يعني انا في الفينيش يعني لو دوماج كنا قادرين يعني على الاقل كوناسي لو ماتش تاع سعيده تكمل لا فيكتور 31 بوان، ولكن للاسف لحد الان مصير اللاعبين ولا مصير الفريق لحد الان مجهول. كوتش، خاصه مع القانون الجديد اللي فيه 18 ناديا سيصعد سيكون في المحترف الاول، ربما الفريق لم يصعدش هذا الموسم راح يفقد موسمين، ما تشوفش انه تضغط كثير على اللاعبين امور من هذا النوع، ربما تزيد ربما الضغط على اللاعبين، او في الجهه المقابله تحفزهم اكثر حتى يعملوا في قرارات انفسهم انه لازم يصعدوا للقسم المحترف الاول؟ شوف اللاعبين من جهتهم قلت لك دايرين الفريق فوق كل اعتبار صح، للدليل لذلك قلت لك كانوا مقاطعين التدريبات وشاركوا يعني رغم لم يتلقوا مستحق حتى، وشاركوا في اللقاء الاخير كاس، حتى اللاعبين ما نقولش باللي يخموا في نفسهم يخموا في هذا الفريق، ولكن لازم تكون هكذاك رده فعل ايجابيه سواء من طرف الاداره ولا من السلطات ولا من الجمهور. اللاعب لازم له يخلص يعني سان بروفيسيونيل، ما عندوش مدخول اخر، ما عندوش صح. كل لاعب يعني اللي جاي من الشرق راه داير 800 كيلومتر، عنده ظروفه خاصه مع العائله، كاين اللي عنده ظروف خاصه، كاين متزوج، كاين درك هو يجي راه يضحي بالعائله، يضحي بالمسافه، يضحي بصح حتى يجي باش يلعب فور باش بالمقابل يكون ولكن المقابل ما كانش، اللعب خاصه ما يكونش يتاثر بالنادي. كوتش، حديثنا معك كان شيق ورائع اليوم صراحه، في الاخير كلمه توجهها ربما لجمهور التيتري، الجمهور المميز لفريق اولمبي المديه، في الخرجات دائما او عندما يتعلق الامر فوق ارضيه ملعبهم دائما يصنعون اجواء استثنائيه، من هنا من استديوهات قناه الشروق السيد شريف حجار ماذا يقول لجمهور التيتري؟ والله جمهور اولمبي المديه والجمهور التيتري مشكورين منذ البدايه، ساندوا الفريق، خلونا نعملوا العمل تاعنا في كل يعني بكل ارتياحيه، يعطيهم الصحه، ولكن هذا لا يكفي، لان المشكل ما راهش في الجمهور ولا مشكل في اللاعبين ولا في مشكل الاداره، نعم. مشكل الاموال هذا هو المشكل العويص اللي راه يعاني فيه الاولمبيه، نعم. ان شاء الله الفريق باش ما يفقدش
الشيء اللي خدمناه يعني الانطلاقه اللي خدمناها منذ جويه ان شاء الله يتحل هذا المشكل في اقرب الاون. وهذا ما نتمناه كوتش. الف شكر مره اخرى على حضورك معنا، شرفتنا كوتش. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه، اذا نصل واياكم الى نهايه الورقه الرياضيه التي كان معنا من خلالها مدرب اولمبي المديه السيد شريف حجر، وتحدث عن فريق اولمبي المديه الذي يحتل الصداره هذا الموسم في رابطه المحترفه.